الأدب. المجموعة ثرية واللغة سلسة ممتعة يعني. وبعدين هي عملت لها زي تدرب زي ما بيكون ده مكان الحياة يعني البداية ماشي. بس هو أنا سأني جدا استخدام كلمة أفول، لأن الأفول ده ما فيش حاجة بعديه. فهي هنا أساءت استخدام العنوان القاسي ده، أعرف إن أنا ليا قصة قصيرة في عنوان أفول، بس أنا عندي كان أفول أفول. إنما الأفول اللي عندك ده كانت يعني الحاجات اللي كتبت تحت العنوان ده حاجات غاية في الروعة. فيبقى فين الأفول يعني لما موجودة البراعة دي؟ الجزء الأولاني استلهام لغة الطفلة في بعض القصص كان مش موفق شوية يعني، كانت طفلت بعض المفردات اللي هي مش هتبقى على سنة الطفلة، وإن كانت البقية كانت موفقة يعني. اللي يلفت النظر قوي شخصية القاضي، إن القاضي ده أمكن من الروح الثيم زي ما بيقولوا بتوع الأدب يعني، إن هو عمل جو الفضيلة من غير احتياجات لتشوهات. وده المعنى البعيد اللي ورا الحكاية، بدليل إن حتى يعني هو رجل الحق والحق جزء منه الحفاظ على الفضائل. فهو يعني خلى الجو بتاع الفضيلة ده مشبع في الأم كمان، ودي كانت حاجة غريبة في وسط مؤثرات العيلة بتاعتها إنها تحافظ على أمور. وطبعا هو المجتمع، لأن هو المجموعة فيها رصد مجتمعي هايل يعني، شكل المجتمعات حتى في دولة مجاورة أو المجتمعات عندنا يعني واضح أوي الرصد المجتمعي، الترتيبة بتاعت الأسرة، وبعدين أسرة ميسرة ففي عدد الخدم، ده يلفز النظر إن كان في عدد وافر من الخدم. يمكن في معظم البيوت اللي فيها الطبقة المتوسطة كان ممكن تبقى فيه خادمة أو مفيش يعني، لكن هنا واضح إن في العدد وافر. يلفت النظر كمان القصة اللي الأستاذ مصطفى حاول يشير ليها، اللي هي في مرحلة النضج لما ابتدى يحصل ما يحدث للإناث. هي تفننت في الحتة دي إنها تحكي عن متاعب الأنثى في مراحلها المختلفة، كما لو كانت ضربة كتف لكائن آخر عايش معاها على نفس الكوكب، هي متصورة إن ما عندوش متاعب. فأنا حسيت حتى وهي عمالة توصف يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، وبعدين في الانقلاب الثاني إلى أسفل يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، وبدقة شديدة جدا. الدقة دي كان معناها إن يعني يا بني على عينك أنت قاعد بس تقف على النصير يعني كأنها توصف كده، ولو إن في يعني في رصد تاني بيتكلم عن متاعبه هو كمان يعني ممكن يمر بمراحل. وبعدين انا لفت نظري هنا، هي حكت عن الاستعدادات القديمه قبل الحاجات اللي بتيجي في اعلانات التلفزيون دلوقتي يعني، الفيوكات والتربيطات وخد بالك وانت بتجري وخد بالك اللي هي الحاجات. طبعا التلفزيون دلوقتي مالي الدنيا حاجات يعني لما بنات بقى اللي هيقروا المجموعه دي وهيجوا عند المنطقه دي هيستغربوا جدا ان ما كانوش هم محصنات بحاجات قبل كده، فهيلتمسوا طبعا العذر. ممكن تبقى حاجات مضحكه لان هي انهت الفقره دي بان حصلت مصيبه يعني بالرحله او كده. فهي طبعا المشهد بتاع الغزاله زي ما هدى اشارت مرتين ده قاسي جدا وان كان دال، ويبدو ان هي هنا كانت بترمز للانثى في المجتمع اللي هو ذكوري بالدرجه الاولى. هو الثلاثه، لان مع كلي، مع محمد علي كلي. طب انا لسه هجيب بقى سيره كلي اللي احنا فرحانين قوي بمحمد علي. وفي حديث خطير جدا في المصور في الوقت ده، كنا انا عجوز بقى زي حضرتك زي حالاتي يعني. لا لا انا قبل كمان بشويه، لان انا وقتها كنت انبر. فهو ليه لقاء في الازهر وعجبه قوي حكاية إن هذا الدين بيبيح الجواز بأربعة، وهو ده اللي عمله أول ما روح كاسيوس. حتى العنوان في المصور انت عارفه كانت صحافة الفضيحة طبعا، عارفة حكاية. أنا فاكر العنوان والمجلة دي يبدو إنها عندنا بس أنا هدور عليها. إن هو الله أعلم بقى هو ما عمل كده يعني، كانت البترول لسه طالع بالدولارات بتاعته المنعشة يعني الحكاية ما هياش البطولة قوي، لكن هو بطل. محدش يقدر ينكر ان هو بطل يعني، هو بطل الاولمبياد يعني، اولمبياد سنة 60 رجع بقى بطل بوزن ثقيل، وعرف يبقى هو الأسطورة يعني. وعمل زي ما يكون في طريقة حديثة
للملاكمه اللي هو يحكم مدارات برضو. كنت اصلا ان في مدارات هنا خاصه بكلي، لكن يبدو ان علاقه الوالد كمان باستضافه كلي، واللي كان استضافه واحد سيء السمعه في شله تحقيق عمل كان اسمه علي شفيق. يعني مش عايزين نجيب سيره بسمه سبع مش لا، وتفاصيل اخرى كمان. المهم انا اقصد ان وجود كلي ولد عندها روح حب البطوله، ان ده اللي بقى واضح انها بقت هي البطله، بطله السباحه، الى ان خدتها الكتابه عشان احنا نستمتع بالمدارات. وانا بشكرك على الكتابه الرشيده.